مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا حسن شيخ محمود أيام مدى صدن عشاءها كدب كسور واقي رئيس الوزراء عصبة حكومة فدرالك سوماليا وحونا صوحو شيء شخصي أي مدى فوق صاحب أهايين كواس أو أي سياسة كهرنا سيوين اسكو قرانيين حمزة عبدي بره أو نقضي رئيس الوزاري وقوه رأي ورباهنت الله سو بندقو أيام لغسوغ ياينو صوديسو حكومة أدق أو حل أهشا شنت مشكلة دود إيه سو سعطا كو سوقد أمنك الدلكة رئيس الوزراء حمزة وحلو قفرنيا إنو أسو حشو لنعياد أمنك شخصيات خبرات فقوله سوقد أمنك الدلكة ما دام ودن كباهي وينو وقبو نبض إياحس اللوني عاصمة الدلكة إيه مقدشة أو أهلك أقدران أمني أهان جيدت كيدون أي داقا حانكو قايهين أي شعب كوبادي واركان رئيس الوزراء عصب إنو وحبضان كبدالي دونو كاسو أي كفلايان إنو لي مادو قرشاك قديسان داقا حان لغوسوغ أمنيغا عاصمة دا إيه مقدشو إيه قودهان دالكا لابو حرين تديغانا دا كماقن غعان تدولة دا حكومة دا عصب إيه حمزة أوهو قامينا يو وحياباها سيدا ووين لوغا سوغا يوحا كاميدا حرين تديغانا دا كماقن غعان تدولة دا كواس أو أي كجيران حالادو أبارة أو آدو دارن وحا سيدو كالي لغا سوغا يا حرين تديغانا دا قوضانسان ومدفوق دادكو أي سن نرول وناكسن هيلين او حتى مركا لتاقيانا لغو قصبانيا هاي ان ديارة اللو قاطو كواس او كوكاليا لغو بلادا باي باكول شابه الله هوسي قدو ايو هيران سيد دادك شعب كاية هالكاس كسوغانا ايو قارتو قعانت الدولادا صدح سو عرين تعيدا مدي اللو قاطي دالك إريتريا دولاد دي هوري اي فرماجو وهو قامينا يو مدى صدح سناء او اسكو حك تعيدا مطبا بر اوغو قاضي سيد دالك إريتريا كواس او قادستو دو اي كدالتي شك فرابضان ايا كميدا وحيابها لغسوغ اي رئيس الوزارة عصب حمزة ان او دالكا ديب اوغو سوعليو سي اي اوغا قيب قاطان حرينتا دالكا سوماليا او اي داقا لبضاني كسعودان عيدا مدن او او مدحويني هوري تردو دو اوكو شاقي شنكن ايو توبركو اوسو نمادي حل هوري وحينا وراركا قار شاقيان ان عيدا مداس اي او حيرينيهين لعقا فرابضان او كو بحاية تبابركو دا عافيماد كو دا إياساد كو دا كواس او لوغا فرليو إن اي بحيسو الدولة دا عصب اي مدحويني حسن شيخ محمود إيا رئيس الوزارة حمزة اي هو قامينا يان والدين تدالي عرورتاس او ولاع بادان كاقبا إن ويلاشو دا اي ديبواركان ايا إشا كو هيا حكومة دا عصب تاس او اي كفيلا يان إن اسو عليسو عرورتو دا سي اي مركالي اوهو إن دادوكسادان آفر لما يستيركا دستوركا دالكا دستورك ودنك او ولي كجرة حالات قبية مدى الدير ايا كميدا وحياباها سيدا وين لوغا فرديا حكومة دا عصبين ايدا ما يسترتو وانا ميد كميدا قضبادا او قوة وين ايلاقا ايجا ير رئيس الوزارة عصب ما دام او هري او قصو شقية وزارة دا دستورك او مرلا تاليا او اها دستورك ودنك او لدا ما يسترو وحا او حيران هولو وين او كالين مقلكا قادن لها دولة ديسكا سوماليا وحينا دادك فلنقيا ارمها شرعيقا شيقيان ان لغا قابية دا ما يسترك دستورك أين سهلن تهي إنسي توصلو وجهو شن سمين تلعاق عصب أو أودالكو ياشو سوماليا أو بربركي كدب آن يالان لعاق تيو هورينا أي كجرتو حالد أدق أيا لو أركا إن مركن لاغم مارمان أي تايين لهلا لعاق عصب أو أودنكو ياشو لعاق تا سوماليا وحا حدا أوغير أوغونا وين كونكا شلين لعاق تو ملاحان سرف غبالة قار إيا دالكنا لاغم استعمالو شلين سوماليا وحينا نقطي مدقو دونسان مركن لاغ إيجيو sida aan loo isticmaalin iyo in dalku leeyahay lacago la isugu xawilo taleefannada oo hawa ah way adag tahay in dhaqaale ahaan dalku uu kobac sameeyo marka laga eego wadan goboladiisii qaar aan laga isticmaalin lacagtii wadanka taas beddelkeedana laga isticmaalayo lacagaha wadamada dariska ah Soomaaliya waa wadan ciidankiisa iyo shaqaalaha dawladduba ay mushaarka ku qaataan lacagaha la isugu dira taleefannada ee mobile money-ga loo yaqaan bangigii dhaxana ma uu qabto shaqadii loogu talagalay marka la eego howlaha horyaala iyo sida uu fadhiid u yahay sida daraadeed ra'iisul wasaare Hamza waxa looga fadhiyaa in uu la yimaado qorsho cusub oo dalka loogu soo celinayo lacagihiisii sarif mi jiray oo gaarsiisnaa ilaa nus kumi taano iyo shilin taas oo shaqaalaha dawladda iyo ciidankuba mushaar ahaan ay u qaadan jireen ganacsiga dalkuna uu ku kala socday waa shilin Soomaaliga ee lambar 6 xal u helida xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira shacabka Soomaaliyeed waxa ay wajahayaan xaalada abaara oo aad u daran waxaana guryahoodii ka barakacay malaayiin qof oo goobihii ay ku noolaayeen ku waayay biyo iyo baad qaar badan oo ka mid ah dadkaasi Soomaaliyeed waxay ku dayacan yihiin xeryooyin barakac oo ku yaala gobollada iyo caasimada dalka ee Muqdisho iyaga oo garabna ka sugaya ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadiisa abaaraha Soomaaliya oo noqday kuwa aan wali xal loo helin sababta ugu weynna lagu sheegay inay tahay gobollada iyo deegaanadii dalka oo intooda badan kala go'an
kuwaas oo go'doon ugu jira kooxaha ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ayaa kamida sababaha ugu waaweyn ee dalku uga bixi lahayay xaaladaha abaaraha. Xukuumadda Soomaaliyana waxaa laga sugayaa inay qorshe amni la timaado oo dalka iyo dadkaba lagu badbaadiyo. Xukuumadda cusub ee Xamse ayaa sidoo kale laga sugayaa xal u helidda xaaladaha daran ee abaaraha iyo sidii dalka loo gaarsiin lahaa gargaar bini'aadanimo. Tiyo ay jirto in abaaruhu ay baaheen isla markaasna xal waara loo baahan yahay. Todobo, dalka oo la gaarsiiyo doorasho qof iyo coda. Soomaaliya xilligan waxay u baahan tahay inay aado doorasho ka duwan midda hadda ay ku socoto. Cidda hoggaaminaysa iyo qaabka ay ku soo baxdo waxay u baahan tahay in dalku yeesho go'aan lagu soo dooranayo madaxdooda sida dalalka horumaray oo kale. Awoodda oo lagu celiyo shacabka waxaa loo arkaa inay tahay midda keliya ee dal uu ku hormari karo, barwaaqana uu ku gaari karo, waxaana laga dhaxlaa isla xisaabtan, taas oo lagu gaaro musuqmaasuq la'aan iyo dowlad adag oo dadku ay la xisaabtami karaan. Qodobadan iyo kuwo kale oo badan ayaa ka mid a waxyaabaha laga filayo inuu ahmiyadda koowaad siiyo ra'iisul wasaaraha cusub Xamse soona xusho xukuumad xooggeeda isugu geysa xal u helidda qodobada aynu soo sheegnay.